أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة القدس العربي ومقالا للكاتبة هيفاء زنجنة حول سياسة مقتدى الصدر والعملية السياسية. وتتساءل الكاتبة: هل صحيح ما يقال إنه لم يعد هناك ما يثير الدهشة في العراق الجديد؟ ففي فترة قياسية تماما أضيف إلى قائمة المصطلحات المستحدثة في العراق الجديد مثل العملية السياسية والبيت الشيعي والمكونات وأذرع إيران مصطلح الإطاريون والنواب البدلاء. بدأ وسم العراق بمصطلح النواب البدلاء بعد إلقاء خطاب يترك المرء بين منزلتي الضحك والبكاء في نفس الوقت وعدم التصديق كذلك إلى حد ما، حيث أمر مقتدى الصدر أتباعه من أعضاء البرلمان العراقي بالاستقالة الجماعية. ليست هذه المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو لنتوقف هنا، في القائمة طويلة التي ينسحب فيها الصدر من العملية السياسية التي أسسها الاحتلال الإنجلو أمريكي بعد غزو العراق منذ 20 عاما تقريبا، إلا أن سبب إثارة الدهشة هذه المرة على الرغم من تعود العراقيين على صعود وهبوط مزاج السيد القائد وكثرة انسحابه وعودته وانكفائه، أما في العراق أو إيران أو لبنان بحجج تراوح بين إكمال الدراسة حينا وكتابة الشعر حينا آخر، كلما واجه أزمة لا يعرف كيف يتعامل معها، ما يثير الاستغراب هذه المرة قراره ألا ينسحب لوحده إلى شرنقته، بل أن يأخذ معه 73 من نواب يشكلون كتلة فائزة في الانتخابات، انتخابات كلفت العراقيين ثروة كانوا بأمس الحاجة لها للتزود بأساسيات الحياة. وكما كان متوقعاً، عززت الانتخابات بقاء معظم الوجوه تقريباً التي اعتلت السلطة في عقدي الغزو والاحتلال، ذات الوجوه المهيمنة بقوة الدعم الخارجي والفساد المالي والإداري الكبير، بضمنهم أتباع الكتلة الصدرية بلا استثناء. وكما كان متوقعاً، باتت نتائج الانتخابات أداة فعالة لصالح تمديد عمر منظومة الفساد بهامش تغيير بسيط لإعادة توزيع أدوارها انسجاما مع التوازنات الإقليمية. ولم يغير الخلاف الحالي حول منصبي رئيسي الوزراء والجمهورية بعد مرور 8 أشهر على انتهاء التصويت وإعلان النتائج من جوهر الهيكلية الأصلية، وأقصى ما حدث هو تغيير أسماء بعض الأحزاب والتحالفات، فتصاعدت على سطح المياه الراكدة فقاعات بمسميات على غرار الإطار التنسيقي. ومن هنا منشأ مصطلح إطاريون قيادة ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران مع أحزاب وتكتلات مما يسمى البيت الشيعي مقابل الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر. تحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن تحديات مختلفة تعرقل عودة النازحين إلى صلاح الدين، مبينا أن 40% منهم فقد البعض من أوراقه الثبوتية والرسمية، مشددا على وجود 277 ألف شخص في المحافظة بحاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية. وذكر تقرير دولي صدر حديثا عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن محافظة صلاح الدين فيها تحديات مختلفة أمنية واجتماعية وخدمية جمة ما زالت تحول دون إيجاد حلول دائمية لعودة نازحيها لمناطقها الأصلية. هناك 1,200,000 شخص تقريبا يعيش حالة نزوح بعد أكثر من 4 سنوات على إعلان انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش. وشدد التقرير على أن فرق الإغاثة الإنسانية تضع في أولوياتها إيجاد حلول دائمية للنازحين تشتمل على إعادتهم لمناطقهم الأصلية وتعزيز جانب الاندماج والتكامل الاجتماعي الداخلي في مناطق النزوح أو إعادة توطينهم في مكان آخر. وعد التقرير محافظة صلاح الدين مثالا نموذجيا للتحديات التي ما تزال قائمة أمام إيجاد حلول دائمية للنازحين في العراق، وأكد أن المحافظة تضم 56,200 نازح داخلي جميعهم يعيش خارج المخيمات، وتستضيف أيضا 239,000 عائد.
ونوه التقرير إلى أن أغلب النازحين والعوائل العائدة التي هي بحاجة لمساعدات إنسانية يتواجدون في كل مكان من مدن طوس خرماتو وبلد وسمراء وبيجي وشقاط وتكريت، وتحدث عن فجوات عميقة ما تزال قائمة في مناطق معينة من المحافظة رغم تحسن الأوضاع منذ عام 2017، مبيناً أن هذه الفجوات تتعلق بشكل خاص بجانب الخدمات وإعادة الإعمار وظروف المعيشة والأمن. وأفاد التقرير بأن كثيراً من النازحين في محافظة صلاح الدين يقيمون في أماكن سكن غير رسمية داخل أبنية غير مكتملة متروكة وبيوت مهدمة موزعين بين مناطق طوس خرماتو وبلد وسامراء، وتابع أن جميع النازحين المقيمين في أماكن سكن ومخيمات غير رسمية في العراق بضمنها صلاح الدين لا يتلقون مساعدات من عاملي الإغاثة الإنسانية، وقسم منهم يكون عرضة للتهديدات بالطرد من قبل السلطات المحلية. علقت صحيفة إندبندنت في افتتاحيتها على خيارات الغرب في تعامله مع المجاعة التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا، ومن الخيارات التقاعس عن العمل، وهو الصمت الذي يصم الآذان الذي بدا في قمة، وقالت مجموعة الدول السبع في الكثير من الأحيان ما لا يتمخض عليه في قمة دولية هو الأهم، وهذا ينطبق تماما بشكل مفجع على قمة فقد قادتها التجاهل والدول السبع كذلك كما تقول الصحيفة. المجاعة المنتشرة على نطاق واسع نتيجة الغزو الروسي ضد أوكرانيا هو حدث بسبب الحرب، والبحرية الروسية كذلك في المياه المجتمعة في ميناء أوديسا والمحيطة بالألغام المتفجرة الخطيرة، فهناك ملايين من الأطنان من الحبوب وزيت النخيل عالقة تماما في المخازن تنتظر التصدير أو سرقت كذلك ونقلت إلى روسيا مجددا، وهي أطنان من المفترض أنها ستطعم الشعوب في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. تقول الصحيفة أن لدى الغرب ثلاثة خيارات ممكنة كلها محفوفة بالمخاطر وليست مستساغة. الخيار الأول هو التقاعس عن العمل كما بدا في قمة الدول السبع، وهذا يعني التخلي عن ملايين الناس من اليمن إلى غانا وتركهم للجوع، وكما هو الحال فمن يقبعون في القاع يجوعون أولا، وسيتبعهم الكثيرون مع زيادة أسعار المواد الغذائية في الأسواق، وهو وضع مريع، وزادت من خطورته حقيقة أن المحاصيل المقبلة ستكون نصف الكمية الطبيعية بسبب الحرب وتشريد المزارعين الأوكرانيين، وستزيد التغيرات المناخية والمواسم الفقيرة في مناطق أخرى من العالم الوضع سوءا. وعلى أي حال فالوضع مرشح لأن يتطور للأسوأ، وإضافة إلى الأزمة الإنسانية المحتومة فإن عدم الاستقرار الناجم عنها في مناطق واسعة من العالم سيقود إلى أعمال شغب ويثير نزاعات ويدفع بموجات هجرة جديدة إلى الغرب. وتعلق الصحيفة أن الضغوط الدولية لتوفير الطعام الكافي للأمعدة الخاوية سيجبر الدول الغنية على التحرك، ولكنه سيكون متأخرا بالنسبة للبعض. أما الخيار الثاني وهو ما اقترحه الكرملين، أي سماح روسيا بممرات آمنة للحبوب وزيت الطعام من أوكرانيا وعبر البحر الأسود إلى شمال إفريقيا وما بعدها لو تم تخفيف العقوبات، وهذا نوع من الابتزاز الذي سيعجل من هزيمة أوكرانيا، فالعقوبات وخاصة المتشددة منها تحتاج إلى وقت كي تترك آثاراً في ظل استمرار أوروبا باستيراد الغاز الروسي، ولأن روسيا قادرة على التحكم بالزراعة الأوكرانية مباشرة وبشكل غير مباشر فإنها ستكون قادرة على جعل أوروبا وبقية العالم رهينة مطالبها. ولن يوقف هذا طموحات فلاديمير بوتين لإحياء الإمبراطورية الروسية. أما الخيار الثالث فهو اللجوء إلى فتح ممرات آمنة بالقوة. وفي السياق ذاته نشرت صحيفة ديلي ميل تقريرا عده كريس بليسانس قال فيه إن أوكرانيا تعتقد بأن مصيرها سيقرر في طين ودم دونباس، حيث تحاول قوتها طحن الجيش الروسي ودفنه في التراب باستخدام الشجاعة والمهارة والترسانة العسكرية، إلا أن هناك منظورا من الغرب
منظور آخر لتقرير مسار الحرب في جبهة أخرى ربما وبعيدا آلاف الأميال في صحاري الشرق الأوسط والمزارع المتسحرة في إفريقيا، حيث يواجه 44 مليون شخص من المجاعة نظرا لاعتمادهم على حبوب وزيت أوكرانيا إلا في حالة وقف الحرب وبشكل سريع. إن الحصار المفروض على موانئ البحر الأسود الرئيسية أدت لمنع تصدير الحبوب والتي أطعمت 400 مليون شخص بشكل يهدد بالجوع والشغب من ليبيا إلى ليبيريا ومن سوريا إلى جنوب السودان. وعلى هذه الجبهة يبدو أن بوتين قد حقق انتصارا، وهناك جوقة من القادة انضم إليهم رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال يمارسون الضغوط على الغرب لفتح الطريق أمام السلام الذي يرى معظم المحللين أنه سيكون في صالح روسيا، لكنه يسمح بعودة تدفق الإمدادات من أوكرانيا. وتعتبر أوكرانيا المزود الأكبر لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الذي يوفر الطعام للمحتاجين ويأخذ نسبة 40% من احتياجاته من أوكرانيا. وفي الوقت الحالي فالأزمة هي لوجستية، فهناك الكثير من الطعام ولكن المشكلة هي الحصول عليه وإيصاله لمن يحتاجون إليه. ويعتبر الطريق الرئيسي لتصدير المواد الغذائية هو موانئ البحر الأسود مثل أوديسا وميكوليف اللذان يتم شحن ملايين الأطنان منهما كل عام، ولكنهما مغلقان تماما منذ بداية الحرب، وتم تلغيم المياه القريبة منها وتحت رقابة مدافع البحرية الروسية. وحتى لو تم نقل كل الحبوب المتوفرة إلا أنه لن يحل الأزمة، فالمحصول الأوكراني للسنوات القادمة سيكون أقل بسبب ما خلفته الحرب من آثار على المزارع وتجنيد المزارعين للقتال مع الجيش إلى جانب مقتل الآلاف وجرحهم. وتعتبر أوكرانيا مصدر مهم للأسمدة، ما يعني أن المحاصيل في العالم ستكون متدنية ولسنوات مقبلة. قال صحيفة الغارديان إن عددا من طالبي اللجوء في اليونان زعموا أن الشرطة اليونانية أجبرتهم على القيام بعمليات صد عنيفة وغير قانونية ضد المهاجرين في منطقة حدودية عسكرية تماما في اليونان. ويزعم طالب جوف الليل اللجوء الإنساني الذين تم احتجازهم بين العمليات وفق الصحيفة، حيث أنه تم تجنيدهم قسرا أو استدراجهم ثم استخدموا كرجال قوارب لنقل مهاجرين آخرين إلى تركيا. حصل تحقيق مشترك أجرته صحيفة الغارديان ولايت هاوس ريبورتس ولوموند ودير شبيغل على أدلة مرئية لتأكيد شهادة الرجال، ووثائق تؤكد احتجازهم وإطلاق سراحهم لاحقا من قبل السلطات اليونانية. تضاعفت التقارير عن عمليات الإعادة منذ أذار مارس عام 2020 عندما وصل آلاف الأشخاص العديد منهم من السلطات التركية إلى الحدود اليونانية، بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه فتح البوابة إلى أوروبا. رفضت السلطات اليونانية ورئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس المزاعم باستمرار، وأصروا على أن اليونان لديها سياسة هجرة حازمة ولكن عادلة، لكن السكان المحليين في القرى الحدودية تحدثوا علانية عن طالبي اللجوء الذين عادة ما يكونون ملثمين الذين يعملون للشرطة. وأكد ضابطان يونانيان كبيران ممارسة استخدام رعايا دول ثالثة كوكلاء في عمليات الإعادة، زعم الرجال أنفسهم إكراها ممنهجا. قال باسل اسم مستعار وهو سوري الجنسية أنه أمضى 3 أشهر في زنزانة للشرطة في تاتيرو بالقرب من الحدود اليونانية التركية يقوم بإرجاع اللاجئين الآخرين بعد تحديده على أنه متحدث باللغة الإنجليزية. قال باسل أنه تم سحبه وعرض صفقة، سيعمل مع الشرطة أو يتهم بتهريب البشر ويذهب إلى السجن في مقابل الحصول على تصريح للبقاء في اليونان لمدة 1 شهر. سيبقى محتجزا خلال النهار ويطلق سراحه ليلا لإرجاع طالبي اللجوء الآخرين. نشرت مجلة ناشيونال انترست مقالا لرئيس شركة استشارات الوزير للمخاطر السياسية المختصة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا عارف رفيق، قال فيه إن العنف ضد الأقليات الدينية تزايد بسرعة في الآونة الأخيرة في ظل حكم رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث يتحرك حزب بهارتيا جاناتا القومي الهندوسي المتطرف لتفكيك نظام الحكم العلماني في الهند وتكريس التفوق الهندوسي.
هاجم أعضاء حزب بهارتيا جانتا والجماعات التابعة له وقتلوا المسلمين بسبب جرائم مزعومة مثل نقل لحوم البقر والدخول في علاقات توافقية مع نساء هندوسيات. لكن في الأشهر الأخيرة اتخذ التحريض والاعتداء على المسلمين وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم شكلاً أكثر ضرراً، مما يشير إلى ظهور حملة دائمة ضد المسلمين في البلاد البالغ عددهم 200 مليون مسلم بإشراف صريح من أجهزة الدولة. لم يعد بإمكان الولايات المتحدة التي كانت تتودد بقوة إلى الهند كجزء من استراتيجية احتواء الصين أو المحيطين الهندي والهادئ أن تغض الطرف. ولاية أوتار براديتش هي نذير مستقبل الهند المظلم، ففي وقت سابق من هذا العام عاد الراهب الهندوسي يوغي إديتياناث الذي أسس منظمة أهلية إلى السلطة كرئيس للوزراء في الولاية. تميزت ولايته الأولى في السلطة بدمج السلطة الدينية الهندوسية مع السلطة السياسية القصرية، وذلك باستخدام حجة القانون والنظام لمعاملة السكان المسلمين في الولاية بوحشية. على سبيل المثال، في عام 2019 قتلت الشرطة في ولاية أوتار براديتش أكثر من 20 متظاهراً مسلماً بعد دعوة إديتياناث إلى الانتقام. هذا العام قامت الشرطة في ولايته بهدم منازل المسلمين المشاركين في الاحتجاجات ضد الإسلامفوبيا، وتشيد به القنوات الإخبارية الهندية الرئيسية واصفة إياه بجرافة بابا، وتلمح إلى أن الراهب المتشدد الذي قد يخلف مودي في وقت لاحق من هذا العقد قد وضع هؤلاء المسلمين في مكانهم أخيراً. وفي خبرنا اليوم، في كل صباح عشرات الصنانير تنتشر على سواحل مضيق البسفور وسط مدينة اسطنبول بانتظار صيد أنواع مختلفة من الأسماك في أجواء يملأها التنافس والبهجة والسرور. وعلى سواحل بابك الواقعة وسط المدينة تنتصب صنارات الصيادين تبحث عن سمكة تزيح عن نفوسهم وكاهلهم شيئا من قيد الطقس الحار. وأمام حركة السفن الجميلة التي تقطع المضيق جيئة وذهابا، يكتظ المكان بعشرات الزوار ويتبادل هواة الصيد أطراف الحديث، بينما تتعالى ضحكاتهم بين حين لآخر بجانب الترفيه عن النفس، حيث يتحول بعض الصيادين من هواة إلى محترفين بغرض كسب العيش، فيبيعونها لبعض المطاعم المختصة بطهي الأسماك. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.